عليكم البنات الاصدقاء والصديقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. المقدمه كيف قاعده، اليوم جيت لكم بواحد الكراتان غزال غزال غزال، وقلت ولا بد نبارطاجيه مع الاحباب. اذا شنو عندي في المحتويات اليوم؟ عندي شويه ديال الكفته ابري 200 غرام، عندي علبه ديال الشامبينيون، عندي جوج ديال البوارو، جوج بيضات، عندي واحد النجله كبيره قطعتها شرائح وقليتها وقطعتها قطع صغيره، وعندي الشيفلور عينكم ميزانكم. المهم انا كندير عيني ميزاني شي رويس هكا صغيور، واخا بالكيلو ما وزنش الصراحه. كيف القاعده، كندوزو في الماكينه كيتطحن، ماشي كي بحال اللي كنقولوا كيجي محكوك، كيجي بحال الرز، كندوزو في المقله، هي المقله دوزته من بعد عصرته. يعني هذيك لي طاب راه ديجا وريت لكم الطريقه كيفاش في واحد الفيديو سابقا. وعندي شويه ديال لاصوص طوماط، وعندي شويه الفرماج والشرميله ديالي اللي كنديرها دائما. انا قلت لكم راه كنديرها وكنخبعها في الثلاجه واجده، ما نبقاش كل مره عاد مقنن مقطع. وعندي قهوه، هذه غير قهوه ديالي، ضروري خصني قهوه. المهم حبيباتي فوتوا معايا دابا طريقة ديال الانجاز. اذا غادي ندير شويه الزيت البلديه باش نشحر فيه هذاك البويرو والكفته والشامبينيون. اذا الان حبيباتي من بعد ما طحنا شويه البويرو ديالنا، رميت فيه الشامبينيون والزيت البلديه والمليحه، دابا غنزيد له شويه ديال الابزار، واحد شويه غنطحنو مباشرة. هداك الإبزار كيكون فيه الأنواع الأخضر والأحمر الأبيض الأسود، رائع، عندو المذاق هائل جدا، كيتباع هكاك قرعة. الآن غادي نضيف الكفتة وغادي نخليها طيب. بعد عندي لا تشرميلة ديالها، واحد معلقة ديال التشرميلة، هانتوما معايا. بالنسبة للبنات الكفتة أنا كنشرملها وعاد كنكردها وكنديرها في الكونجيلاتور باش كتلقاها واجدة، كتكون شربات القوام وقما نحتاجها كنلقاها واجدة. إذا غنبقى على هاد المنوال حتى نسالي، وهانتوما معايا على كيطيب البنات ونرجع لكم. اذا الان البنات بلا ما فكيت ديك الكفته، دابا غندير فيها واحد المعلقه ديال الشرموله صافي، وغادي نخلطها مزيان مع الشرموله، ما بغيتش نكهها بزاف البنات، اصلا الكفته ملكها وستلاها ديك الشرموله ديالها. هانتوما البنات كلشي قدامكم. اذا الان غنزيد لها شويه ديال لاصوص طوماط، غير شويه ماشي بزاف، تعطيها اللوين وصافي. ما عنديش تقادات لي هذيك اللي كندير في المنزل، دونك درت هذه شويه فيه منها صافي، غير شويه، كل الجهد ديال شي جوج معلقات هكاك صافي، باش تعطي شويه ديال البنه شويه ديال اللون وصافي. اذا التشرميله ديالنا والكفته ديالنا وجدات، كتعاد باقي طيب في الكراتان، نخليوها تبرد ونرجع لكم. اذا الان حبيباتي غادي نخوض البيضات، درت فيهم شويه الملح وشويه الابزار، خروضهم مزيان باش نديرهم في الشيفلو ونصايبو الكراتان ديالنا. غادي نزيدها واحد نص معلقه ديال التتبيله ديال الشرموله صافي. اذا الان نحط الشيفلو ديالي هنا، انتوما معايا
غادي نلبسو مزيان وغادي نزيد له شويه الفرماج حيت هذه وجبه كيتونيه البنات. صافي الفرماج حيت دابا ما درتش القشطه دونك خصني ندير الفرماج. زيد شويه راه كتجي غزاله البنات هادي. اذا انا عجنته مزيان لبستو مزيان ديك التتبيله وداك الشيء شرب مزيان نخليه شويه يدخل فيه داك البيض صافي غادي نعدل الكراتان ديالي. اذا حبيباتي انا فرشت واحد لاباط واحد نص ديال المقدار لتحت دابا غندير فيه العقده ديالي غادي نوزعها على جميع الاطراف ديال الاكله ديالي فيها المحتوى. والان غادي نهبط الدجاج كيجي زوين البنات كيجي غزال بنين بزاف 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 واحد الكراتان اللي هو غزال. قلت لكم راه كندير التجارب انا الاولى عاد كنقدمهم لكم ما كندير لكم الوصفه حتى كنكون متاكده من البنه ديالها فهمتوا يعني ماشي غير كنجي وندير الوصفه هكا. دابا نحاولوا نوزعوا هاد لاباط ديال الشيفلور نحاول نوزعها كاملة خصني تلبس كاملة كان كلشي قدامكم البنات درتو. اذا الان شنو ما تبقى لي الا ندير واحد الفوق تبقاو تديو الشيفلور البلاصه اللي كتلقاوها ما فيهاش تحاولوا حتى هي تلبسوها باش ما تجيش جهه طالعه وجهه فهمتوا فهمتوني شنو كنقول. صافي الان سابت لم يتبقى لي الا سيرفاس والى الفرن. اذا حبيباتي حيت غتوجد غادي نوريها لكم اوكي يلا انتم معايا شوفوا كي جات انتم دابا الى الفرن كتجي طبقات من الداخل حنقولوا لازانيا لازانيا بالشيفلور. وها هو حبيباتي الكراتان ديالنا وجات دابا غادي نقطع معكم واحد الطروسو وغادي نشوف كي جا. Oh, c'est très bon. Je te le واحد الرويحة ما نقولكوش الصراحة ما نقولكوش على واحد الرويحة. دابا غادي
بوستي. ها هو حبيباتي الغراتان ديالنا المعمر، رائع. بسم الله. كنصحكم بها البنات، ما غاديش ندموا. والله ما تندموا. غزال غزال غزال. كيحمق ديك ديك التسبيله، جات رائعه البنات. يلا حبيباتي خليكم دابا، ما تنساوش كي تجربوا شي حاجه وردوا عليا في الكومونتير وكتبوا لي كي جاتكم، سواء خايبه ولا مزيانه، قولوا كيما جاتكم، قولوا لي انا غنتقبل النقد. يلا حبيباتي مع السلامه.